السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم أشرف عبد العزيز. سماعة البارتي بوكس كلاب 120 أحدث سماعات جي بي ال، ودي واحدة من مجموعة سماعات البارتي بوكس، وتصلح للحفلات الصغيرة سواء داخل أو خارج البيت، يعني مثلا أعياد ميلاد أو مخيم واستخدامات كتير. سعرها وقت نشر الفيديو 350 دولار، وفي مصر 24,000 جنيه، وفي السعودية حوالي 1600 ريال. والسماعة فيها بعض التعديلات عن الإصدار القديم زي أصوات الدي جي وبعض الحركات، وده هنتعرف عليه بالتفصيل في الشرح، وكمان هنجرب الصوت فخليكم معانا. ودلوقتي خلينا نتعرف على محتويات البوكس. وبيجي معاها بس كابل الكهرباء والكتالوج، وللأسف مش معاها مايك وتقدر تشتريه لوحده أي نوع. وزي ما حضراتكم شايفين ده شكل السماعة، الخامات بالكامل من البلاستيك والجزء الأمامي معدن، وفيها إيد بلاستيك تقدر تشيل منها السماعة، ووزنها حوالي 11 كيلو جرام، وتقدر تستخدمها بشكل رأسي أو أفقي. ولوحة التحكم بتكون في السماعة من فوق، وموجود زراير الباور والبلوتوث، وده زرار الجي بي ال كونكت، ومنه تقدر تربط السماعة بسماعة تانية من نفس الفئة، وده زرار البيس بوست، ومنه تقدر تقلل أو تزود التضخيم، وبيكون مستويين للتضخيم. والبكرة دي لو لفتها بالشكل ده بيعلي ويوطي الصوت، ولو ضغطت مرة واحدة في النص بيعمل إيقاف أو تشغيل الأغنية سواء أنت مشغل من اليو اس بي أو الموبايل، ولو ضغطت مرتين ورا بعض بيشغل الأغنية اللي بعدها. وهنا التحكم في إضاءة السماعة، ولو ضغطت مرة واحدة في النص بيعمل تشغيل أو إيقاف، ولو لفيت بالشكل ده بيغير لون ونمط الإضاءة، وفي تحسن كبير في الإضاءة عن الإصدار القديم. والتلات زراير اللي هنا دول أنماط مختلفة من مؤثرات الصوت، وده بيكمل جو الدي جي، ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا وما كانتش موجودة في الإصدار القديم. وتقدر تتحكم في كل ده من تطبيق الجي بي ال بارتي بوكس، وانصحك تحمل التطبيق لأنه هيفيدك جدا سواء في التحديثات أو التحكم في الإيكولايزر والإضاءة، وهسيب لكم رابط التحميل في خانة الوصف. وعاملين حركة لذيذة هنا زي ستاند تقدر تستخدمه مع التابلت أو الموبايل أثناء التشغيل. والمداخل هنا في الجزء الخلفي بتكون تحت كفر، وده للحماية من المطر والمية، وموجود مدخل مايك أو جيتار، والزرار اللي تحته ده تقدر تتنقل ما بين المايك والجيتار، ومن هنا التحكم في مستوى صوت المايك والجيتار. وده مدخل AUX وبنستخدمه للتوصيل مع الموبايل، بالإضافة طبعا لأوبشن البلوتوث، وبيجي إصدار 5.3، وموجود مدخل USB وتقدر تشغل منه ميديا من الفلاش ميموري. ومن المدخلين دول تقدر توصل السماعة بسماعة تانية من فئة البارتي بوكس، وبيكون واير. وتحت المداخل موجود بطارية السماعة وسهلة التبديل، وآخر حاجة تحت موجود مدخل الكهرباء والمضخم، وموجود من تحت فتحة وممكن تستخدمها مع ستاند لرفع السماعة للأرض على حسب المستوى اللي انت عايزه. وتصميم السماعة إجمالا عجبني جدا، وفي تغييرات كبيرة عن الإصدار القديم زي زرار الدي جي والإضاءة وكمان شعار الجي بي ال أكبر. وبالنسبة للأداء، بطارية السماعة وقت الشحن 3 ساعات ونص، وبتوصل ل 12 ساعة تشغيل، ودي فترة كويسة بالنسبة للنوعية دي من السماعات. وبتدعم الشحن السريع حوالي 10 دقائق شحن بتديك 80 دقيقة تشغيل، ودي حاجة كويسة لو مستعجل. وتدعم مقاومة المطر ورذاذ المياه الخفيف بتصنيف IPX4، ودي حاجة كويسة لو هتستخدمها في مكان مفتوح. وقوة الصوت 160 واط، ومستوى نقاء الصوت والبيس كويس جدا، وفي تحسن عن الإصدار القديم. ودلوقتي هسيبكم مع تجربة الصوت.
ودي كانت كل حاجة عن الكلاب 120، وأداء السماعة عجبني جدا وفيها أوبشن كويس، وزي ما قلنا تصلح للمناسبات الصغيرة، لكن لو عندك مناسبة كبيرة في بدائل تانية من نفس الفئة زي البارتي بوكس 710 أو 310، وهتظهر دلوقتي قائمة فيها شرح للسماعات دي. بس كده، أتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وكمان شير. مستني آرائكم وتعليقاتكم على الفيديو، أشوفكم على ألف خير، سلام.